السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. في الوصفة ديال اليوم غادي نشوفوا الكالامار فارسي بلا فيرميسيل والكروفيت. هاد الوصفة غادي نحتاجو كالامار كيكون مازال كامل. عاد غادي نقيه، غنحيد له هاد الرجيلات وهداك الشي ديالو. غادي نعمرو به مع الكروفيت والفيرميسيل. غادي نقيه، غنخلي غير هاد جويب باش نفخسيه. غادي نحتاجو لهاد الوصفه كريفيت، غادي نحتاج فيرميسيل، غادي نحتاج فلفله في الوان بصيله خيزو مطيشه الحامض، نحتاج ايضا شامبينيون او فرماج. شامبينيون فرماج غير اللي بغاهم، ماشي ضروري، انا يلا جبتهم من الفريغو مازال ما طلق ليش. والفرماج غنديرو حتى الاخر، هذا غير اللي بغاه غير التزيين فقط. هنايا عندي التبزيره، عندي الثومه مليحه، الابزار، التحميره، شويه ديال السكينجبير، الفلفله حاره، عندي قزبور ومعدنوس، انا كنديرهم يابسين مي غديرهم عاديين. عندي هنايا شويه ديال الشرموله فيها الربيع والثومه كما كتعرفوا، والتحميره ومليحه، انا زدت فيها شويه ديال الحامض وشويه ديال الكمون. هنا عندي ازير كيجي زوين مع الحوت. عندنا عندي طوماط، اما سوليس ولا اي هكا صوص دو طوماط. عندي صوجا، وغادي نديرو اما داما ديال البنه ديال الحوت اولا شي منسم ديال الحوت. انا غادي نستعمل هادي ديال البايلا حيت كيكون فيها المذاق زوين، فيها مذاق ديال الزعفران. دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي ندوز نقي هاد الكالامار ونخليه غير جويب كما قلت لكم، و ابري غادي ندوز نبدا. انا منين كنت كنغسلو لقيت بان السيد اللي شريته من عنده حلولي، دونك هو محلول، سي با غاف، واخا هكاك غادي نعمرو، غنحاول نعمرو، نحاول نسدو ب هو غيجي ساهل كون كان مازال على شكل جويبات، غير غتعمريه وصافي، مي دابا سي با غاف، غادي نحاول معاه، وغنعمرو، وغادي نسدو بهاديك الخشيبات ديال القطبان. دابا غادي ناخدو هاديك لافيرميسيل، غنديروها في شي إناء، غادي نكبو عليها الماء طايب، بسم الله. فوالا كيما كتشوفو، أو غادي نخليوها، اللي بغا ممكن ينسمها بشي حاجة، اللي ما بغاش هو غير اختياري، لحقاش مازال غادي نزيدوها على الخلطة اللي غادي تكون عندنا، واللي عندو كنور يديرها. أنا غندير شوية من هاديك الخلطة ديال البايلة باش تنسم هادي. ولا ممكن تنسموها بالاعشاب، ولا ديروا لها ورقه سيدنا موسى، ولا اي حاجه اللي الطيبه ديالها كتعجبكم. انا غادي ندير غير شويه حيت مثلا غادي نخليها غنحتاجها باش نديرها لهذاك الخليط ديالي. ولا يدير كنوري، داك كنوري قسموه ديروا شويه هنايا وشويه في الخلطه. انا صافي غادي نخليها تتشرب مزيان. دابا غادي ندوز غنشلض البصله والفليفله وغنديرهم يتشحروا. فوالا كما كتشوفوا، من بعد ما شحرنا من بعد ما شلضنا هذيك البصله، دابا غنديروها حتى تشحر، غنزيدوا لها شويه ديال الزيت العود طبعا، وقبيصه ديال الملح، هي شويه ديال الملح غير فين غتشحر، مازال غنزيدو الملح مع التوابل الاخرى، غنحركوهم مع بعضياتهم ونخليهم يتشحروا. دابا غندوزو نقطعو عاوتاني الفليفله ديالنا حتى هي تريفل صغار، اولا نطحنوها. من بعد ما ديك البصيله ديالي بدا كيدخل لها الدم، نرزت لها حتى شي شويه ديال الابزار. دابا غادي نزيد الفليفله، هانا كيما كتشوفو هانا نزيد الفلفلة، هانا
غادي نخليهم الفلفله تدخلها شويه طياب ونزيد الكالامار. فوالا من بعد ما تشحرت لنا البصيله مع الفلفله، هذيك البصله والفلفله خاص ضروري تبقاو تحركوها اونطوطون. المهم هاد المعلومات كنقولهم للناس اللي ما كيعرفوش، الناس اللي تبارك الله عليهم ما محتاجينش. فوالا هاد دابا ناخذوا هاد الكالامار اللي قطعنا منه، ماشي ديك لابوش مي هي ديك الشيء اللي كنا خدينا دوك الرجيلات ديالو، هذا قطعناهم طريفات صغار هكا كما كتشوفوا، وغسلناهم درناهم شويه في الماء والخل ولا الماء والحامض اللي بغيتو. دابا نجي نزيدهم فوالا، نحركو ونخليو الكالامار ديالنا يدخلو الطياب. هذا مازال غادي نعمرو به الكالامار الاخر، كنطيبو غير شويه نطيبو حيت مازال يطيب. دابا ندوزو نزيدو عليه التبزيرة، شوفو نديرو التبزيرة كاع التبزيرة اللي ذكرنا قبيلا اللي كنزيدنا في المكونات نديروها كاملة. واللي كيبغي الحار بزاف ممكن يزيد الهريسة. صافي كنخليو داك الكالامار ديالي كيدخلو طياب، وغادي ندوزو نحكو خيزو، و غادي نقطعو شامبينيون طريفات صغار ولا تا هو ندوزو في الماكينة يتطحن شوية ونرجعو معاكم. فوالا دابا غادي هاكا كيما كتشوفو هاكا لاما بدا كيدخلو طياب. دابا غادي نزيدو خيزو محكوك، انا ان فيت مثلا مابقاش نقول المقادير بالعبار لحقاش تندير عيني ميزاني، مي التبزيره راني استعملت معلقه صغيره في كل شيء الا في سكينجبير درت غير راس ديال المعلقه. خيزو كما كتشوفوا درت جوج خيزويات، وحده كانت كبيره شويه وحده كانت صغيره. البصله استعملت غير وحده كما شفتوا، الفلفله درت جوج فلفلات ملونين حيت كما كتشوفوا منين كيتشلدوا ولا كيطحنوا ما كيجيوش ما كتجيش عاطين ان غوند كونتيتي. صافي دابا غادي ندوز ندير شامبينيون حتى هو مطحون اولا مقطع صغير. فوالا دابا غادي نزيدو شامبينيون كما قلنا هكا، اما مطحون اما مقطع طريفات صغار غير باش كيعطينا لوغو. صافي دابا غادي نزيد كروفيت، وغنزيد عصير ديال الحامض غير العصير ديال نص حامضة، وغنكمل التبزيرة ديال البايلة اللي درت. نتوما اللي ما عندوش يدير داك التبزيرة ديال يدير كنور ولا شي حاجة، فوالا صافي الكريفيت الكريفيت كنخليه شي دقيقه كنطفيه، هو ما كيبغيش يطيب بزاف مازال غادي يطيب في وسط الكالامار. دابا غندير عصير ديال نص حامضة،
صافي غادي نطفيو عليه وغادي ندوزو نزيدوه على الفيرميسيل اللي كنا خليناها في المسخون. بعدا قبل ما نطفي عليه راني نسيت صوص الصوجا، فوالا تمن معلقة كبيرة. كما كتشوفوا ها هي لا فيرميسيل راها كتشرب هذاك الماء. غادي نحاولوا نصفيو داك الماء اللي باقي، داك شويه الماء اللي باقي من التحت، وعاد نزيدوها في الخليط اللي عندنا. من بعد ما نشفناها من الماء نزيدو عليها داك الخليط. لا فيرميسيل كما شفتوا انا درت فيه الدون، المهم كل واحد كيدير على حسب لا كونتيتي اللي عنده. صافي كنخلطوه مزيان وكندوزو نعمرو به. كنبقاو نقطعوها غير شويه باش ما تبقاش كلها بزاف كتعجبناش. فوالا دابا غندوزو غنحمروهم. فوالا بما انها محلولة دونك غادي نعمروها في الوسط بهذا الشكل. المهم الشارية اللي بقات لنا راه ممكن حيت راه غادي تبقى بيان سور، غادي نزيدو نطيبوها ونأكومبانيوها معاها. نحاولو نسدوه بهذا كما قلت لكم. نتوما فاش تشريوه حاولوا تقولوا لهداك اللي كيبيعو باش يخليه لكم مسدود باش ما تعذبوش. فوالا المهم ها هو تسد ماشي مشكل. نعاودو نعمرو تاني. فوالا ها هما حنا عمرناهم وسديناهم، دابا غادي ندوزو نطيبوهم. ناخد داك المقيلة اللي كنت كنطيب فيها ما غاديش نغسلها، غادي ندير لها شوية ديال زيت العود وغادي نحطهم فيها. نحطهم باش يتحمروا. غنبقاو نقلبوهم فيما يتحمروا لنا على شي جهة نقلبوهم للجهة الأخرى. في هذا الوقت غادي ندوز غادي نطحن مطيشة ولا غادي نحكها. كما كتشوفوا من بعد ما تحمر ليا من هذا الجانب قلبتو الجانب الآخر، ومنين غيتحمر لي كله غادي نزيد هذيك المطيشة مفكوكة وشوية من وواحد شوية ديال السوليت أولا مطيشة ديال الحك أولا أي صوص طوماط بغيتو، وتنسموها باش ما بغيتو ممكن ديرو غير ملحة ولا بزار
والناموس، ممكن نديرو معاها ورق سيدنا موسى، ممكن نديرو اي منسمات كتبغيوهم. انا غندير ورق سيدنا موسى، شويه د ربيع والملح حول الابزار، وشويه ديال الثومه. فوالا، من بعد ما تحمر من كاع الجوانب حكينا دوك جوج مايتشات اللي كانوا عندنا صغار، مع انا طحنتهم مع ديك مع واحد بريز ديال الثومه. فوالا، ممكن تحكوهم. فوالا، من بعد ما زدنا ديك مطيشه اللي طحنا مع الثومه، نزيدو شويه ديال هنا ثمن جوج حتى ثلاثة معالق كبار. انا غنسمها كما قلت بشوية ديال المعدنوس، كل واحد ينسب بداكشي اللي كيعجبو. غنديرو واحد الورقة ديال سيدنا موسى، غنزيدو فيها واحد معلقة ديال الزيت البلدية وشوية ديال المليحة والإبزار. وغادي نخلي الكالامار ديالي يطيب كمل الطياب ديالو على خاطرو صافي. هذاك فاش غادي يطيب غادي نهز شويه من هاد لاصوص طوماط غنديرها فوقو، واللي بقى غادي نزيدو على لا فيرميسيل اللي بقات باش نقدموها معاه. نسيت واحد المعلومه ضروريه، ان هذا الكالامار هذا خاصو تقبوه، نسيت ما قلتهاش، خاص تقبوه باش يدخل له الطياب من الداخل. فوالا صافي، كنخليه كيطيب، اللي عنده شي مقله كتغطى ممكن يغطيه ويخليه، خليه واحد 20 مينوت حتى 25 مينوت ونطفيو عليه. فوالا، مرة ملي كتشوفو المقيلة ديالكم غتبدا تنشف، بداو زيدوها شوية الما ما تكتروش. فوالا، ملي بان ليكم طاب من واحد الجهة قلبوه للجهة الأخرى وخليوه عاود يكمل الطياب ديالو. الناس اللي غادي يسدو عليه ما يحتاجوش يبداو يقلبوه. فوالا، ها هو الكالامار ديالنا طاب، دابا غادي نطفيو عليه. من الاحسن من الاحسن من الاحسن تغطيوه، ديروه تغطيوه باش يطيب لكم دغيا، يطيب كاع من كاع الجوانب. فوالا، دابا غادي نطفيو عليه وغادي نديروه فواحد البلا اللي كيدخل الفران، هي باش نديرو الفرماج الفوق باش نغراتينيوه. فوالا، غادي ناخدو هاد المول اللي كيدخل الفران، غنديرو شويه ديال لاصوص طوماط من التحت. هاديك لاصوص اللي كانت معاه بيان سور، شي وحده اخرى. غادي نحطو فوقهم. وغنديرو له الفرماج، غنديرو له بعدا لاصوص طوماط. هاد العمليه يديرها غير اللي كيبغي فرماج، اللي ما كيبغيهش ما يديرهاش. صافي، يحط فوقو غير لاصوص طوماط ويقدمو بصحه وراحه. ديروا له فرماج غطي، حتى انا غنديرو غير واحد واحد، ما غنديرولوش، مي غندخلهم بجوج الفران باش يبقاو لي سخيخ، باش حتى الاخر يبقى لي ساخن ويتحط في نفس الوقت معاه. فوالا، كيما قلت غندير غير لواحد الفرماج، الاخر غادي نخليه باش نوريكم ديال واحد فيه فرماج واحد مفيهش.
صافي غندخلو الفران كما قلت غادي نخلي معاه لافور غير باش يبقى شاد ليا سخونيه وهذا غير باش يدوبلي الفرماج وغادي نخرجو. دابا هاد لاصوص طوماط اللي بقات لنا غادي نزيدو عليها لافيرميسيل اللي بقات صافي غادي نشعل عليها نخليها تشرب حيت داك لافيرميسيل لاصوص اللي فيها حتى هي طلقات الماء وديك الشيء طلقات ديك لاصوص ديالها صافي غادي نزيدها كامله وغنخليها تشرب على ما الفرماج يذوب ونقدموهم بصحه وراحه. نخليوها تشرب مزيان ديك لاصوص ونضيفو عليها. هما كما كتشوفوا ها حنا خرجناه من الفران وشارية هي شربات لنا ديك لاصوص. دابا غنديروهم في طبق تقديم وها هو الشكل النهائي ديال لي بلا ديالي. كما كتشوفوا ها هي لا فيرميسيل هو الكالامار ديالي رافقت معاه واحد السلطه عاديه اللي فيها مطيشه الخيار الخس الفجل البروكولي والفكوس. فوالا كما كتشوفوا هذا لي بلا فرماج وهذا لي بالفرماج وها هما لي بلا ديالي وجدوا. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. نلقاو في فيديو اخر في امان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم.